اسم الكريم. دقيقة بس سوي متاج بعدك. هي السلام عليكم، معكم دكتور شادي خرمي، المدير الطبي بالمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بجازان. احنا متواجدين هنا في معرض ليب لعرض الخدمة المقدمة عندنا في المركز، خدمة الطب الاتصالي. خدمة الطب الاتصالي طبعا بدأت بسبب الحاجة إلى وجود خدمة توفر للمريض الحصول على أي تخصص هو يحتاجه مهما كان موقعه. عندنا في جيزان المواقع متباعدة، التضاريس الجغرافية مختلفة، فيه الجبل وفيه الجزيرة، بالتالي نقل المرضى يشكل صعوبة، فاستحدثنا هذا النظام بالتعاون مع STC. الخدمة هذه الأجهزة متوفرة في جميع مستشفيات المنطقة في أقسام العناية المركزة وأقسام الطوارئ، عدد المستشفيات 21 مستشفى. عندنا أيضا 5 عنايات افتراضية تدار كاملة باستخدام هذه الخدمة، عدد 16 سرير. خلال سنة واحدة قمنا بمعاينة ما يقارب 3500 مريض. نسبة تقليل الإحالات لدينا بسبب عدم توفر التخصص قلت بمعدل 66%. هذا وفر لنا ما قيمته 250 مليون ريال خلال سنة. أيضا الخدمة متوفرة في سيارات الإسعاف وفي الإسعاف البحري، هذا الإسعاف البحري اللي ينقل المرضى من جزيرة فرسان إلى منطقة جازان، أيضا مزود بالخدمة، نستطيع متابعة المريض بشكل مباشر خلال رحلته من فرسان إلى جيزان. الخدمة هذه يعني ممكن تعمم على بقية مناطق المملكة. احنا مستعدين لنقل التجربة لأي منطقة حابين انهم يطبقوا الخدمة. في زيارات كثير بتتم لنا ببقية المناطق للاطلاع على التجربة ونقلها لديهم. هو البرنامج هذا حاليا يعني يهدف الى تخفيف الإحالات معاناة الوجه. نعم. تأخذ وقت بالنسبة للفحص. طبعاً في أقل من ساعة، في أقل من ساعة يكون المريض وصل للطبيب المختص وتمت معاينته وعمل الفحوصات. طبعاً هنا عندنا الجهاز فيه جميع في أكسسوارز معينة بتنقل العلامات الحيوية بشكل مباشر للطبيب في سواء كان في مستشفى بعيد أو حتى في بيته، يقدر يتابع المريض، يشوف تخطيط القلب، ضغط الدم، أكسجين الدم. أيضا في عندنا كاميرا هنا يقدر يشوف الجروح، لو في جروح معينة يقدر يفحصها بالكاميرا عالية الوضوح الموجودة هنا، يقدر يشوف المريض بشكل مباشر. طبعا عندنا منسقين موجودين على مدار الساعة في المركز لدينا، يستقبلوا جميع هذه الإحالات ويوجهوها إلى الطبيب المختص المطلوب. هي الخطوة الأولى إيش هي؟ الخطوة الأولى في البرنامج هذا؟ نعم، فأعطيك مثال أنا. لو في مريض الآن راح لمستشفى فرسان، عاينوا الطبيب اللي هناك وقال إنه يحتاج إلى طبيب، إلى أخصائي قلب، ما يحتاج إنه يحوله، هو حيدخل على الخدمة، حنقيم المريض، نحوله إلى اختصاص القلب المناوم معنا. راح يتواصل مع المريض، يشوف العلامات الحيوية، يشوف التخطيط، يشوف الأشعة، التحاليل، ويقيم المريض ويتفق على الخطة العلاجية مع الطبيب الموجود في فرسان. في حالة الاحتياج إلى التحويل راح يحوله عن طريق الإسعاف البحري، وحنكون إحنا متابعين له طول هذه الفترة، لكن غالبا ما حيحتاج للتحويل، حيكون موجود في مستشفى فرسان والطبيب يقدر يتابعه بشكل دوري. حاجة مختلفة. نعم. إن شاء الله. يعني توفر إمكانيات، توفر ميزانيات. بالطبع. دكتور شادي. شادي خدمات الطب الاتصالي، المركز الإقليمي الصحي للقيادة. أهلا وسهلا.